الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الذي ماشي كوها بونا إن بغن ماذا حذي إيه مسؤوليتي إيه ري أي يري نمبان وحي إيرادين ووحنا دعان وان كما سيهن عن ربا مانتي عاوة تاريخ ذي دي صومالي كما يرى وإن بغن عاوة وعلاقة هذي ولقد وعلاقة سهدي حراسي قاري إنا نحسو دولد نمضو مرك أي حمواتو وحا أي دشا ووحا عاوة دان لغا هدلي تبشوين أن دمان صدن إيا دور سنة مريو وقار كود كسي هرويون لغا يابا باللحدن كأيو دور كسنة حرطن هاي إني مريان إيو وحلا ميدا أياك دشا لكن هدنه حكمت صحدا وحي تهي شالي لمن نوراكر وحجروا ضد ان ابحيي ضد كي يوم القيامه افكر قراد من انجلس لوغراد دو مس داي بيبل ضد كا بلايا انت بلايا كسو دنتي انت بلايا كسو بتاعدي ورحم ما صو صعدة والله جبي والله هوغي والله دعي كو يراه وضد كا ان ابحينا ضد كي يوم القيامه وحكى لما هيان كرامة إيه شرف كمريد وحسحنا أما وحسن إن أتك جبطة ولا قيلنا يا ولا بوق يا حق على قد عيا هبلا قيلنا يا غير هبلا قيلنا يا إن أتيرادي أتك جبطة وحسحنا شرف يا كرامة كوي لميس شرف يا كرامة الدنيا يا وناك آخرة أنت بروحي كجيران وحسحنا إن أتك أتكيسته وأنا لوقا إليا وأنا لوقا وحبا تاريخ ذا شيء قدونته سوماليا قفك واحد صحة أسمي مش وجوه تلاذة كرها مالنتا كصوب حي تلاذي ذي أو يالي إيا كي كقبضي إيه فولي أها إيه عراري إيه مدحة غوص ومحا قبضي تاريخ ذا كلا حسن دونته مالنتين وام حي مركا مانتا سيدا هاد هل كان هقامية فردية وقدا واجيي إيا داد كلو مدحة degmooyin badan oo 17 sano waqti ah iskuulna aan ka fureen imtixaanna aan lagu qaadi jirin maanta shahaadada dugsiga sare imtixaankeedii shahaadada dugsiga dhex in loo fadhiyo kumanaan kun oo arday ah maanta in ceel dheer imtixaankii dugsiga sare laga qaadayo oo aadan yaba laga qaadayo oo baxda laga qaadayo oo maxaan ku yiraahdaa xarad yaani you name it degmooyin ki shalay ee maxaa argagixisada iyo khawaarijtu ay hayeen oo dugsi iska dhaafay dugsi quraanka xataa ay ka xireen in imtixaankii dugsiga sare maanta laga qaadayo waxaan rabaa inaan marka inta uga soo gabagabo dadka reer waqooyi waqooyiga Soomaali ku nool gobollada waqooyi ee Soomaaliya Somaliland waxaan leeyahay hor dad Soomaaliyeed oo walaalihiina oo Soomaalinimo إذا كان هذا Somali إسلاتين أو إذا نعلم مجرو دات Somaliات أو إنت مال كنت شدة كشوري دات كوقوي قد جن أما قيبة كم إذا أن لينو أن لا ديرنو أن حمينو أن يرين مجرو دولة عن لهيني دولة داس دات كورت لما يدشي دل كدات كوا أكل بدناكرا بربر كي هلاج دات كجارسي سوا أكل بدناكرا إنه إذين بدناين وآخر سنة مدي الدنيا لكن إنا تكدا وودانا ربنا إنا أنغنا وحيد أن إذا كدا ويكر إنا إذا كدا وينا ربنا أو أن أهين أن كلا تجنو أن كلا تجنو داو كума دارنا يسوار عليها إذن كان إذا كنا تبرير رمال إذا كنا محاور عنايا أننا جانا أننا قط تبرير رمال كلا نلقو عنايا haddaan yarnahay markaan isku tagnaan yarnahay markaan isu tagno oo cududeena iyo tiradeena iyo waxaan leenahay isu geysano yaan yarnahay wali aan si kala tagno xikmad ku jirtaa ay ma jirto waxaan rabaa kuwa yoomul qiyaamaha aan ka sheegay halkan waqooyina waa joogan ayagana sidoo kale muxuu ahaay balaayo iyo wixii dhacay iyo burburkii shalay
يحمانتا نلدا معسين هاي يكن يوقح حق الجو والدلي يو نما وين مسؤوليه هو وارير هبل وعضامه وحاس وواقو عن شيء يو معان كرة دوم مسليه كهاد لواي لكن هل من السوق عليا أو أن دبتي أو أن يلقوا منين سحنا أنا هين سحنا معه وقوة يري سومالي لان أمو قوي سومالي لولك كوية بدا كتالو أنه إنان بحنو أما محوى مامو لك سومالي لان أو بحيو أيو ديدي يا حسن شيخو إساق عقب إنو بحيو وبين بين لو من دلتي ينندرو مرقاتي وقبصدا هالي يري شالي بربرا مركي لبحيني يي ما نغا بحيني ام بحيني الان تي لما بحيك رميان دهني انت اللقي بيسو حبشي ده ما انت نايسو تقولون كأن النص نغا بوبتر بتاعي سو قيب لغا مسين سو مالي انغو اميان لغا حسيو وحنا لغا سيي ميان دعوو نيون ايتن نيون قيل نيون وحيني بربرو ودكت صوماليات ومضى صوماليات اسكالي ننكستو اجنبيا بقول كيف كنتن قرع قادتي صومالي انا هين بقول كيف سغال يطبان كالن قرع قادتي هدي بقول كيف انت بدن حتى رغوي اي قادن لهاين وامان تملين ما انت مقاسان محوى يقولوا انت الحفل دينا وحين له ان بقول كيف كنتن بقول كيف سغال يطبان بقول كيف اللحظه سغال ان اجنبي قاتو oo boqolkiiba 100 Soomaali ay qaadato yaan ku aamusnay laana ajnabiga si dakada barbare inta rarto la guuro dalkiisii biri geysan maayo barbare dakad Soomaaliyeed un bay ahaanaysa maanta shalayna way ahay maantana waa tahay birina way ahaan doonta sidaas daraadeed waxaan u aragnay dhismaha iyo horumarka iyo ballaarinta iyo xoogaysiga dakadaas iyo awoodeed iyo xoogaysanayso walax Soomaali u soo kordhayaan u arkaynay maslaxada yarta ee profitka ifaayida la kala qaad qaadanayo ee ajnabigu ay badsadeen waxba umaanan arkay laakiin wixii asalka ah inay noo harayaan ay noo yaalaan Soomaali hadaanahay yaan u arkayn intaas waxa dheer dawladda Itoobiya dakadan rabnaa idaa iska ilow sheekada asal dhigaan rabnaa iyo maxaan ku raadahay ciidan saldhig badan rabnaa iyo sheekada iska ilow shalan ma dhicin maantana ma dhicayso berina ma dhici doonto xataa anaga dhan hadaan tagno kuwa dabo naga iman doona xataa kama suurowdo ma dhicayso xarna marka in la yiraado dadka Soomaaliyeed ee wuxuu Soomaaliyeed waxa u sheegayna mushkiladeena badal la saxiixaya iyo ganacsiga la galaya ma aha mushkiladeena waxa waa dhulka waana laga qaadanaya waana laga tagaya mana ogolin waxaan diidanahay waa in dhul naga tagaay mitir ha aadado shalana badda tagaysa markii la yiri waa diidnay maantana dhulka qayb tagay hadii la waa diideyna ma ogolaanayno waxaan diidanahay waa taas reer wuqooyi ama muuse biixi waxa saxiixo maya ana saxiixayo xasan sheekh oo muqdisho jooga ma aan yaan leedin ku khaldin yaan leedin ku khaldin walaalayaal dhulka naga ma tegi karo war dhul ma lama bixiyo war dhul ma anfaco maanta weliba aan xoogaa tabar darannahay nama anfaco kama hadli karna dhul berri anagoo xoog leh hataan ka hadlayna xataa alaana gaarsi maanta dhul kama hadli karno dhulka maanta naga tagaane dib noogu soo noqon maayo waa taariikh waxa horu dhacay waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan waxaan leeyahay hambalyo sanad gurada 64aad waxaan rajaynaynaa lixdankii spiritkii lixdankii jiray iyo wanaaggii iyo midnimadii inuu noo soo noqoto wax kasta qiimi kasta oo ay leedahay midnimadaas ku soo noqon karto waa naga diyaar dhiig haddii loo daadinayo waa naga diyaar waan haddii laga galayo waa ka soo galnay welina diyaaran u nahay darajo iyo maqaam haddii loo hurayo diyaaran u nahay inaan u hurno kuwa aan fafadhino iyo kuraasta aan ku fadhino dhan inaan u wakacno midnimada daraaddeed diyaaran u nahay wax ka soo hara laakiin yaana nalagu maaweelin waqtiga nalooga qaadin mar kale iyo mar kale ummada Soomaaliyeed meel kasta joogto ciid wanaagsan hambalyo dhammaan ummada Soomaaliyeed sanadkan iyo sanado kale badan nabad iyo wanaag iyo guul iyo geesinimo aan ku gaarno aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh